كما تشاهدون دائما في من إقليم أزيلة مباشرة وبصور وفيديو حصري لقناة الحوار أبريس. تشاهدون يعني جديد الأحوال الجوية، التساقطات الثلجية في منطقة أيتبوكماز وأيتبولي على هذا الطريق. هناك في هذه الجبال وعبر الطريق هناك يعني شحنة لوزارة التجهيز لإزالة الثلوج لفك يعني العزلة وفك الطرق من أجل أن تكون الطريق ذات انسيابية. شاهدنا انسيابية مع التساقطات الثلجية، يعني كما تشاهدون يعني تساقطات يعني ثلجية كثيفة. أقول لكم الصورة كما هو الآن كثيفة. نحن نتحمل هذه المعاناة من أجل أن نصل. كما تشاهدون الشاحنة في الأمام تقوم بإزالة الثلوج عن الطريق من أجل تسهيل الحركية والإنسيابية ديال الطريق. كيف كتشاهدوا معنا شاحنة وزارة التجهيز والنقل تقوم بإزالة الثلوج من جنبات الطريق باش أن يمكن يعني المستعملين ديال الطريق أنهم يستعملوا الطريق يعني بسلاسة. كيف كتشاهدوا معي شاحنة تقوم بإزالة الثلوج من جنبات الطريق من الطريق من أجل تسهيل يعني الإنسيابية. كما تشاهدون الشاحنة دائما في الطريق الرابطة بين أيت محمد وزاوية أحنصاد. تشاهدون الشاحنة تقوم دائما بإزالة الثلوج والطريق يعني العربات على الطريق يعني الطريق هناك انسيابية في الطريق. كما تشاهدون مباشرة الطريق الرابطة بين زاوية أحنصال وأيت محمد كما تشاهدون معي. هذه الأجواء الرائعة، تساقطات ثلجية مهمة وكثيفة. يعني هنا بدا الثلج يعني بدا كيتزاد.